عمي عبد الحفيظ. السلام عليكم. عليكم السلام. يجوب صباح النور عمي عبد الحفيظ، مرحبا. الله يحفظك بارك الله فيك. مرحبا بك اخويا عمي عبد الحفيظ، راهو بات عمر وبات ديزي دروس. مرحبا مرحبا بزاف، شكرا. بات ديزي دروس، بات عمر، بات لاختيس، بات الرابور، بات الدري اللي كبر، بات الدري اللي يسكن ساكن بين ميدان درب السلطان، بين المدون، بين المدون، بين المدون، بين المدون. عمي عبد الحفيظ. نعم خويا. شويه تقول، شويه تقول، شويه تقول. وا تنقول اخويا لا اله الا الله، كيقول لك بعد الكلمه بعدا ودلوز العوام. انا من المحبين المشاهد، انا راك تيامهم، راه التيم ديالي هي هذيك دا 56 سنه هذيك اللحظه يلاه بانوا بنا، ولو انك تمعرضوا في شي اشياء، ولكن انا بغيتو غير تكون الكلمه، يعني شان كنقولوا احنا الكلمه النقيه، الفن النبيل. واخا الكلمه اللي الموجهه اللي كتوجه. ندير البوكس. نعم سيدي. كنت باغي يدير البوكس. الفن النبيل. كنتمنى يدير شي حاجه من غير هادشي في الاصل، ولكن ملي كيتمنى الانسان شي حاجه وكيمشي فاهم، يمكن حتى خويا تعوج الدري كبار، وهاد الجيل هذا ماشي بحال جيلنا احنا اللي كان الاب كيحمر فيك العين كتجلس. واش انت فرحان بيه بعدا ياك؟ هو انا بغيتو غير يستقم، انا اول شيء نقولها لي ولغيره، انا نبغي يلتزم مع الله تعالى، دينه هو الاول، الصلاه وداك الشيء المسائل الاخرى هذيك غير وسائل ماشي غايه. ولكن كان نبغي الكلمه النبيله، الكلمه اللي تخرج لان غتحسب عليه امام الله تعالى، تخرج تخرج نقيه وزوينه. ايوا وردي عليه. هو انا راضي عليه، مساله مفروغ منها، انا راضي عليه وعلى خوته. واخا واخا ابو عمي عبد الحفيظ، هو في الالبوم واحد الوقيته كيقول كتقول وداد والبارسا. كيقول انت ودادي ولا رجاوي يا عمي؟ انا ما يمكنش لي انا نكون رجاوي، وما يمكنش لي نكون رجاويين. وانا واخا رزقني الله قبيله تكون ولاديه كلها، انا متعصب للاشياء. انت معصب للاشياء، بلاش ما تعصبوا. شكرا لعمي عبد الحفيظ، بات ديزي دروس، بات عمر، شكرا. شكرا لكم، السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا لك بزاف. شكرا شكرا.